للمزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع معي عبر الهاتف من الخرطوم المحلل العسكري والاستراتيجي الفريق جلال تاور. جلال، مساء الخير. عليكم السلام، مرحبا. تم بحمد الله الاتفاق الإطاري بين الحركات المسلحة والحكومة الانتقالية في وقت قصير، وأيضا حدد استئناف جلسات التفاوض إن شاء الله في أكتوبر المقبل. كيف تنظر إلى هذه الخطوة؟ أولا شكرا جزيلا على هذه السنة الطيبة، ونحسب أن هذا الاتفاق يعني هو خطوة إيجابية لاستكمال عملية السلام في السودان بإذن تعالى في القريب العاجل. الفترة الاتفاق الآن، ما تم الاتفاق عليه هو مقتصر لحاجات بسيطة، وأن تتواصل المفاوضات في منتصف أكتوبر القادم بإذن تعالى. الآن تحدد بس مكان الاحتفاء، المفاوضات ورعاية دولة الجنوب وما إلى آخره، هي نقاط بسيطة لكن تعبير عن إرادة لتحقيق السلام والوصول إلى سلام في القريب العاجل. ما أشرتم إليه الآن في يعني حسب مداخلات المؤسسات، هل هذا أمر إيجابي أم تعطيل المؤسسات؟ المؤسسات المعطلة أو المؤخرة هي اثنين فقط، المجلس التشريعي وحكومات الولايات. المجلس التشريعي أصلا يعني عند إعلان المجلس السيادي ومجلس الوزراء كان هنالك رأي بإرجاع النقاش، هذا وارد في الاتفاق السياسي وفي الإعلان الدستوري أن يتم هذه المسألة بعد 3 أشهر. إذا أصلا الناس يستكمل المفاوضات خلال شهر، يمكن أن يقوم المجلس التشريعي ومجلس وحكومات الولايات في خلال هذه المدة الزمنية، بحيث أنه ينتهي هذا العام وهنالك مجلس تشريعي وهنالك حكومات ولايات متفق عليها. المسألة المطلوبة الآن هو الجهة التي لم تشترك في هذا التوقيع، وهو منو عبد الواحد محمد النور إلى الآن بعيد عن هذه المفاوضات بالضرورة. بالضرورة، لأنه الموقعين على الاتفاق في جوا هم حوالي 8 من الحركات المسلحة، وجزء منهم تابع للجبهة الثورية وجزء لا يتبع للجبهة الثورية، لكن بالضرورة استيعاب كافة الحركات المسلحة. الحركات المسلحة في دارفور وحدها قرابة 100 حركة، ده إذا أضفنا عليه عبد الواحد محمد النور، وإذا أضفنا الآن ونشاهد أنه يعني في الشرك في جهة وقعت على هذا الاتفاق وجهات أخرى يعني منسجمة معه. أنا أحسب أن استيعاب كل هذه الحركات المسلحة يساعد على يعني الوصول إلى سلام يشمل كل أهل السودان، دون يعني أن يكون هنالك شخص خارج هذا الإطار ويبقى مشكلة جديدة ثاني نسعى للسلام والتفاوض معه. طيب سيدة الفريق جلال تاور، يعني الجبهة الثورية كما أسلفت أنت يعني هي طلبت تأخير تكوين مؤسسات الفترة الانتقالية، هي كما قلت المجلس التشريعي وحكومات الولايات. هل يعني يمكن أن ننظر إلى هذا، أو يقول البعض أنها محاصصة أو هرولة الحركات المسلحة إلى المناصب فوق عملية السلام؟ لا بس ده طبعا يعتبر تفسير يعني غير حسن النية، لأنه التفسير وحسن النية لابد أن يشير إلى أن السلام ده توقيع على السلام تسحبه استحقاقات، ومثل ما حصل في اتفاقية نيفاشا كان هنالك شراكة واضحة للمجالس التشريعية، وكانت في ولايات منحت للحركة الشعبية ونسب معينة وإلى آخره. فدي مسألة يعني مجربة، والحاجة دي أعادت تجربة مر بها الشعب السوداني، وبالتالي حتتكرر متى ما تم التوقيع على السلام، لأنه يعني الحرص ذاته أو تطبيق مخرجات وهذا الاتفاق السلام لابد أن يكون في شخص في موقع قرار أو قريب من مواقع اتخاذ القرار، بحيث يراقب تنفيذ ما اتفق عليه ويسيطر على ناسه حتى لا تحدث تفلتات أو يعني نوع من الحرج والمرج أثناء توقيع الاتفاق. فالمسألة يعني ليست فيها محاصصات بقدر ما هي مسألة واقعية ومنطقية ومجربة سابقا في اتفاقية نيفاشا الماضية. نعم. طيب يعني هنالك فصائل يعني وقعت اتفاق سلام في عهد الحكومة السابقة ولم يصمت هذا الاتفاق. إذا تم الاتفاق بين الحكومة الانتقالية والجبهة الثورية في توقيع سلام، مستقبل هذا السلام يعني كيف يكون؟ هل هنالك ستكون استمرارية أم ستكون هنالك انتكاسة؟ كيف تنظر إلى هذا الأمر يعني؟ المهمة جدا لابد من النظر إليها، والناس يحيون اتفاقا جديدا أو يحررون اتفاقا جديدا لا يقفل ما تم الاتفاق عليه سابقا باعتباره حق مكتسب، خاصة المكاسب الخاصة
ببعض المناطق واشياء معينه محدده، واستكمال يعني ما كان هنالك عليه اعتراض، بس معالجه ما كان عليه اعتراض. الفرصه الان مواديه لتوقيع سلام شامل، طبعا كانت في اتفاقيه الدوحه واتفاقيه القاهره واتفاقيه ابويا، وحتى القرار 2046 الخاص بالحركه الشعبيه واتفاقيات الحركه الشعبيه كلها، اتفاق نافع دي كلها تعتبر جزء من الاتفاقيات كمرجعيات، يعني ممكن ان تؤخذ كمرجعيات خلال جلسه التفاوض بحيث لا تسقط اي حق تم التوصل اليه او تم اغفاله، ولا تغفل يعني بعض المطالبات التي مر عليها الزمن بحيث لا تنشا مشاكل جديده. اصل الغرض من اتفاق السلام هو ازاله كافه التناقضات وكافه المشاكل والعمل والخروج معا بحراك واحد يعني على قلب رجل واحد بالوصول الى سلام شامل ودائم لكل اهل السودان. فلا بد من استصحاب كل هذه المكاسب التي يعني تم الحصول عليها، مع مراعاه انه يعني لو في حاجه انا شايف في انتقادات كثيره اتفاق الاتفاق، لكن ابدا النظر الى هذه المسائل بالموضوعيه والجديه لازاله كافه اشكال الشكوى والانين والتظلمات حتى ننطلق بقوه في يعني اطار السلام والمستقبل الواعد للشعب السوداني كله. اخيرا دكتور جلال تاوري، يعني الجوله الاولى من المفاوضات والتي تم فيها التوقيع على الاتفاق الاطاري احتضنتها جوبا، وربما جوبا تحتضن المفاوضات القادمة في أكتوبر. كيف تنظر يعني إلى جوبا ودورها الكبير يعني في 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 دعوة الحركات وهذا الاتفاق الإطاري ودورها المستقبل في المفاوضات القريبة؟ طبعا جوبا دي مهمة جدا. أول حاجة هي تحتضن هذه المفاوضات باعتبار أنها جزء من منظمة الإيجاد، ومنظمة الإيجاد هي كانت يعني الراعي لاتفاقية نيفاشا، وحتى الرئيس الأثيوبي نعم ربما الخط الذي يربطنا بالمحلل العسكري والاستراتيجي الفريق جلال تاور قد انقطع. شكرا جزيلا لك، كنت معنا سيد الفريق جلال تاور من الخرطوم عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك.